السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا هذا وعلي اللي يتكلم حيمود الخطر والصنبة وقطع عنا خيمتنا سيدي ولد الداهي بدايته والمشاكل وانا مع ابن عمه وهو معاه وعادوا زندل وزاولش وبابا ولا احمد يورا من اين انكرم وقفنا معاه وزينالوش. هاي الحقيقة اللي قصاني دي. ايوه هذا ابن عمنا هذا من اخبر فينا الناس هو، ومنين عاد من اخبر فينا الناس هو قطع عنه اللي قبض منه قرعته من اللي قبض نعرفوها قبض قطع عنه شيخان واليحيى ومناته هذا وقبضهم ودارهم في الواجهه وتموا معاه هذه قرعته من احنا واحنا الاخرين زمنهم السلطوا علينا في زمنه هو ويقينا عنا ما علمنا مولانا عن حد يسالنا يسالنا لا عنه زرقوا الناس علينا واعطى ناس من الزمن يبطشوا فينا ومتحدين ومن اين هم اللي تخاصم احنا وهو ما نعار عليهم نعار على شيخان وقال الاولاد اسمعنا تنادي وتكذب اللي قلنا اللي قال وراك ايش منا هذا هون مسجل وانا للناس اللي ما هي اولاد السبع عندنا تفهم واحنا ما نتقعسوا والروايه عند رقاش معتمد علينا من يحتاج لنا لهيرانه لا يرانا ما لنا خايفين ولا لنا طامعين ولا لنا عايزين اعمارنا بين اللي ما لنا متعودين على اباتنا ما قطع رؤوس معش الموت يعطوها رؤوس ويسبقوه ويدوروها يلوذوا لها معناها قال حد ما يسالنا ما هو عنه قطع رقق بينا ما يستحق لنا شيء سوسو قال شو يعني نقول لك عن اولاد بس على مستوى موريتاني اعدها بيجبر فيها يطار من يتموقع وعود مردود على القبيله راجلين واحد ينقال احمد سالم من الصنبه حررها في الحوض وحررها في القبله وحررها في اراضي اخرى وحرر راسه منين اللي خلق ذاك اللي خلق والثاني سعد بوه العباد في السنغال منين تمول مول اولاد بسباع كامله وعرف ليش واولاد بسباع ووط عليها وعدلها ما يخالقه ومحاهم حا عنوانها اللي في زمن العبد العزيز العبد ابو علي كان بعد قاع والعلي في زمنه كان عنده سيد ولد الداهي يحل المشاكل وفي زمنه كان عنده اربع عمات يحل المشاكل وكان هو من راسه من يجي مشكله يحلها المد يسوى منه وهذا من ساعه اللي سنعتي رقاش واحد قط يشرع عنه يحل مشكله ما هو خالي محل ناس هذا اللي خلق اولاد السباع عدم مخلوقيته واللي بطلها وخلاها ما يخالقه زمن العبد العزيز والعدل هذا ده اللي عالم انتبه هو من حد خلاه فيه الروح يقدر يتكلم منهم لا تسمع ما امشي انا لين ما سواها مع التراب هذا شو نقول لك انا حمود انا ذا اللي نتكلم معك حمود الخطر والصمت ولا تسمع حالا ان الواقع لها من الضعف نتيجه العبد العزيز اما علي في زمن هو في زمن مدير امن قوات حتى هذا شو نقول لك انا ولا يسالنا احنا ما يقدر يلقى يمحينا ويمحقنا ويتلاقي دور منا شيء ثاني ما هو خالق احنا حالا ما لنا خالقين احنا ما لنا جابرين مده لا ما يقدر يلقى يجبر ما تقدر تجبر مده تجمع وتنهي الرقاش عن روايه بسيطه ولا يحلوا مشكله ما مخلي ولا تعرف ما مخلي احنا طامعين برك عن قد يخلق فينا عنوان اخر ما تخلق فينا وتو لا تدعي لاولاد السفاح ولا تدعي لاولاد السفاح لا شخص هو في راسه هو الغزواني هو الرئيس محمد هو الغزواني انا هو الجايب هو اخوه هو صديقه ورفيق دربي احنا يا ابو ما لنا في ولا تدعي لي جازك بالاحسان